بنرحب بكل مشاهدينا من خلال حلقتنا النهاردة وأيامنا وعدد من الأيام العالمية وأيضا المناسبات الدولية والمحلية اللي بنفكر كل مشاهدينا بيها. النهاردة حلقتنا هنبدأ بيها بيوم الحقيقة له واقع خاص، لأن من خلال هذا اليوم العالمي الأمم المتحدة بتحرص على إحياء الأشخاص اللي تعرضوا لحوادث إرهابية وإجلالهم من خلال اليوم العالمي لضحايا الإرهاب وإجلالهم. طبعا تقديم يد العون والمساعدة لهؤلاء الأشخاص اللي ما لهمش أي ذنب، ربما فقط الحظ والصدفة أوقعتهم في مكان تم فيه عملية إرهابية، وتأكيدا أن يعني بيكون هناك اهتمام كبير وكمان تطور حدث الحقيقة في العالم كله تجاه هؤلاء الأشخاص. ده موضوع فقرتنا الرئيسية وموضوعنا الرئيسي اللي هنلتقي بلقاء مطول عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل، وهنرجع لحضراتكم مرة أخرى وأيامنا. أهلا بكل مشاهدينا، فقرتنا الرئيسية من خلال حلقتنا النهاردة وأيامنا هنتكلم من خلالها عن يوم 21 أغسطس اللي بيوافق اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم. الحقيقة هذا اليوم له أبعاد كثيرة، ومسألة ضحايا الإرهاب في الواقع ليست قاصرة على دولة بعينها أو منطقة بعينها، لكن العالم كله أدرك إن الإرهاب لا دين له ولا وطن، فأصبح هناك إجماع دولي على ضرورة مواجهة الإرهاب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ضحايا الإرهاب وضرورة الاهتمام بهم وبأسرهم، وأيضا تقديم كل أيادي العون والمساعدة لهم. معنا للحديث عن هذا الموضوع الباحثة المتخصصة في دراسات الأمن غير التقليدي الأستاذة ريم أحمد محمود. أهلا وسهلا أستاذة ريم، حضرتك. وشكرا لوجودك معنا النهاردة، وبنبدأ معاك بأهمية هذا اليوم العالمي والاحتفال به. في البداية الأمم المتحدة أقرت اليوم ده حديثا من 2018، كان أول مرة تحتفل به، لأنه كان من الملاحظ أن مع التطور التكنولوجي وزيادة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي أضحى الاهتمام الرأي العام سواء المحلي أو الدولي، وحتى اهتمام القيادات السياسية بأحداث كتير بقضايا هامة زي قضايا الإرهاب وضحايا الإرهاب، لحظي بيختفي تأثيره أو بيختفي الاهتمام بمجرد ما تأثير القضية دي بيختفي من الساحة سواء الإعلامية أو الرأي العام. نعم. بشكل عام. نعم. فالأمم المتحدة ارتأت ضرورة عمل يوم، تخصيص يوم لتكريم ضحايا الإرهاب وللتوعية بخطورة القضية دي وتفشي الفكر المتطرف، وكمان لدعم
الضحايا ومساعدتهم على إعادة الاندماج مرة تانية في المجتمع، لأن بعد ما بيمروا بالتجربة دي أو بيعاصروا الحادثة دي بيحصل عندهم اضطرابات نفسية، بيبقى صعب إن هو يرجع كمواطن تجربة طبيعي. تجربة في منتهى الصعوبة يعني إن أي إنسان يتعرض ليها. طيب عايز أرصد مع حضرتك التطور شايفاه حدث في مسألة الاهتمام بضحايا الإرهاب، يعني كيف كان ثم تطور أصبح إلى أن وصلنا الآن إلى ما نحن عليه؟ في البداية أو أساساً الاهتمام بالإرهاب بشكل عام بدأ من 2001 مع حادث 11 سبتمبر. ما قبل ذلك ما كانش فيه اهتمام أو ما كانش فيه تركيز على الضحايا أو وكمان أسرهم ما كانش فيه. ربما كمان كان يعني العالم الغربي بينظر إلى حوادث الإرهاب على أنها وثيقة الصلة بمنطقتنا العربية أو الشرق الأوسطية، المنطقة العربية وبالتحديد المعتنقين الدين الإسلامي، وهذا يعني تصور خاطئ. ولكن بدأ الاهتمام شيئا فشيئا بالضحايا وأهمية التوعية بحقوقهم وان هم حقوقهم جزء اصيل من حقوق الانسان، مش تفضلا من بعض الدول او مش تفضلا من المجتمع ان هم يدعموهم ويقدموا لهم الخدمات والاحتياجات اللازمه ليهم للاندماج في المجتمع مره ثانيه. طب اولويات الاهتمام بضحايا الارهاب، يعني هل حضرتك بتلمسي ان الامم المتحده والعالم كله او هناك كمان دول سواء إذا كان هذه الدول غربية أو دول عربية، يعني أساليب الاهتمام بضحايا الإرهاب والقضايا المرتبطة بهذا الأمر؟ زي ما قلت لحضرتك، الاهتمام بضحايا الإرهاب والتوعية بالقضية دي بدأت حديثا من 2018، يعني 2018 كان أول مرة الأمم المتحدة تحتفل ب أو تحيي ذكرى يعني يوم حديث نسبيا حديث نسبيا يعني 3 سنوات أو 4 سنوات تقريبا. وكان بداية الاهتمام أخذ صورة التوعية بدرجة أكبر، بعدين بدأت أنها تحث الدول على إنشاء صناديق لتقديم الدعم المادي والدعم النفسي والصحي للضحايا. بدأت تحس بدأت تنشئ مجموعات دولية زي مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب. نعم. وانشئت في 2019. كل ده قضايا تم الاهتمام بها تباعا يعني مؤخرا حديثا، يعني لسه جمعيه اصدقاء ضحايا الارهاب في 2019 من سنتين. نعم. في 2020 الجهود تراجعت قليلا بسبب الاهتمام بازمه كورونا اللي احتلت الاهتمام الدولي. فلسه الامم المتحده او الدول بشكل عام محتاجه انها تكثف الجهود وما يكونش مقتصره بس على التوعيه او حث الدول، لا لازم يكون في تشريعات، لازم يكون في اتفاقيات دوليه ملزمه اكتر زيها زي حقوق الانسان، اتفاقيه حقوق الانسان. طيب عايز اتوقف مع حضرتك عند مسمى اليوم نفسه، ان ربما بيتم الاهتمام عاده بمساله ضحايا الارهاب وقضاياهم والاهتمام بيهم، لكن اضافه واجلالهم، يعني المغزى والمعنى من وراء هذا المصطلح اجلال ضحايا الارهاب. هو في الايام العالميه زي مثلا اليوم العالمي لمكافحه الاتجار بالبشر او اليوم العالمي، دايما بيحمل مدلولات سلبيه او بيقتصر بس على التوعيه انه في قضيه ما زي الاتجار زي الارهاب زي مكافحه المخدرات التوعيه، انما اضافه اجلالهم لمسمى اليوم العالمي بياكد على ضروره منحهم حقوقهم وتكريمهم، لان هم ضحايا ما لهمش اي ذنب، هم فقط تواجدوا بمحض الصدفه في مسرح العمليات. وكمان للتاكيد على للقياده السياسيه او للدول والمجتمعات انه منحهم الحقوق دي او منحهم تقديم الدعم ليهم ده حق اصيل ليه باعتباره انسان قبل ما بالاضافه لكونه ضحيه، مش تفضل او مش حاجه اضافيه بتعملها الحكومات والمجتمعات. هذا التخصص اللي حضرتك يعني اخترتي ان تتخصصي فيه، الامن غير التقليدي،
وارتباط هذا المفهوم ب يعني محاولة إعطاء حقوق لضحايا الإرهاب، وارتباط أيضا هذه الحقوق بإعلاء شأنهم وإجلالهم. بداية خلينا نفرق ما بين الأمن التقليدي أو دراسات الأمن التقليدي والأمن غير التقليدي. الأمن التقليدي بيهتم بالأساس بالتهديدات العسكرية، وبيرى أن الكيان المستهدف هو الدولة، وتحديدا النظام السياسي، مش الدولة ككل كمجتمع وكأفراد عايشين فيه. أما الأمن غير تقليدي ده نقلة في الدراسات الأمنية، بيهتم بالتهديدات، أي تهديد بيوجه للوجود الإنساني، يهدد الوجود الإنساني، سواء تهديد بيئي، صحي، فكري، ثقافي، اجتماعي، تكنولوجي. فهو بيشمل مجالات أو قطاعات متعددة بخلاف التهديدات العسكرية. نعم. أما عن نظرته للإرهاب، فالأمن التقليدي بيعالج الإرهاب أو بيستشعر خطورة الإرهاب عندما يتحول من فكر لسلوك، يعني فور تحوله لسلوك كارتكاب مثلا الإرهابي عملية أو تنفيذه عملية، أو الاشتراك حتى أو الاشتراك في تنظيمات إرهابية أو ظهور التنظيمات الإرهابية. فبيبدأ تبدأ الحكومات وقتها تتعامل مع القضية دي، أما الفكر فبتتجاهله، ما بتتعاملش معاه. أما الأمن غير التقليدي بيرى أنه ظهور الفكر نفسه، بداية ظهور الفكر المتطرف وبلورته لبناء فكري متكامل بيتم توارثه وانتقاله ما بين الأجيال، زي تفكير جماعة الإخوان على سبيل المثال، تفكير القاعدة وغيره، ده نشأ أو استمر لأنه كان متماسك إلى حد كبير. فالمناظري الأمن غير التقليدي بيشوفوا أنه لازم نتعامل مع لمكافحة الإرهاب من بداية من الفكر، ولمعالجة أو لمنع الظاهرة من الانتشار أو الظهور أصلا في المجتمع، لازم نعالج أبعاد كتير أو العوامل اللي قد تؤثر أو قد طبعاً تسبب طبعاً ظهور فكر متطرف. سواء ده الحقيقة بنلاقيه يعني واضح جدا في مثلا البلاد اللي بتعاني من الفقر، أو بتعاني مشاكل اقتصادية، أو بتعاني من التعليم المحدود، أو المشكلات الأخرى اللي ربما بتوضح المفهوم اللي حضرتك عايزة تقولي. مظبوط. وبناء عليه بتبدأ معالجة الإرهاب من زوايا فكرية بداية، فبتركز على الجوانب الثقافية في المدارس، من النشأ، من التعليم الأساسي لحد التعليم الجامعي، قبول الآخر على السينما. نعم، يعني قصدي أصلا غرس مفهوم قبول الآخر والتعايش الآمن والسلمي مع الإنسان أينما كان، وليس قتل الآخر أو اللي يختلف معايا دينيا أو فكريا يهدر دمه زي ما بنقول يعني. مظبوط. وبتهتم مش بس أني أمنع أو أعالج التطرف أو الإرهاب، لأي تطرف أو انحراف سلوكي أو أخلاقي بمجرد ما أنا برصده أو أبدأ أن أنا أشتغل عليه، بساهم أن أنا ما يبقاش عندي في المجتمع إرهابي، شخص إرهابي. صحيح. لأني بعض الدول ممكن ما تلاقيش فيها أي عمليات إرهابية، ممكن ما يحصلش فيها سواء من الداخل، يعني عمليات موجهة من الخارج أو غيره، لكن في المجتمع عندها الأفراد عندهم تطرف سلوكي أو تطرف أخلاقي، فده الأشخاص دي أو الأفراد دي بيكونوا بذرة أو نواة للجماعات الإرهابية إن هم يحولوهم بعد كده لإرهابيين. طب أستاذ ريم، يعني عايز يعني تلخيص ل هذه الأفكار اللي الأمم المتحدة بتهتم بيها لضحايا الإرهاب وإجلالهم، وإسقاط هذه الأفكار على التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب والتعامل أيضا ورعاية وحماية ضحايا الإرهاب وأسرهم.
خليني أبدأ من التجربة المصرية، لأن هي كانت في وجهة نظري أكثر شمولية من معالجة الأمم المتحدة، لأن هي بدأت من مكافحة الإرهاب، بمعنى أنه أنا عندي عمليات إرهابية بترتكب على الأرض، فأنا بكافحها سواء بالطرق العسكرية، بالأدوات الاقتصادية التشريعية المؤسسية. كمان أنا بعمل أو عندي استراتيجية شاملة لمنع أصلا أنه يبقى عندي فكر متطرف وفكر إرهابي. فلو هنتكلم على معالجتها للإرهاب أو لضحايا الإرهاب، على مستوى القيادة السياسية هنلاقي يكاد لا يخلو خطاب للسيد الرئيس إلا وبيتحدث عن التضحيات اللي قدمها شهداء العمليات الإرهابية وضرورة إجلالهم سواء معنويا أو ماديا. على المستوى التشريعي في الدستور المادة 19 المادة 238 بيأكدوا على ضرورة تكريم ضحايا العمليات الإرهابية. كمان على المستوى المؤسسي، مصر أنشأت في 2011 المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وفي 2018 بالتزامن مع الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للضحايا الإرهاب، مصر أنشأت صندوق لدعم ضحايا الإرهاب وتكريمهم، بيقدم كافة صور الدعم سواء الدعم النفسي والدعم الصحي والتعليم، بيوفر فرص عمل، بيوفر كمان دعم مادي للمصابين اللي عجزوا أو أصبحوا عاجزين عن العمل، وكمان لأسرهم الأسر اللي فقدت الضحايا. فهتجد أن هم الدولة المصرية أو النموذج المصري في التعامل مع ضحايا الإرهاب كان أكثر شمولا، ويكاد يعني ما سابش جانب أو احتياج للضحية أو أسرة الضحية إلا ويتعامل معه. يعني الحقيقة أؤكد على الطرح اللي حضرتك قلتيه في شمول التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب وأيضا رعاية الشهداء وضحايا الإرهاب. هذه التجربة ربما يعني فاقت كمان الرؤية اللي صاغتها الأمم المتحدة للاحتفال بهذا اليوم. جزيل الشكر لحضرتك، ويعني كل الأمنيات الطيبة بمزيد من الدراسات والأبحاث المتقدمة في مجال الأمن غير التقليدي. الباحثة المتخصصة في هذا المجال دراسات الأمن غير التقليدي الأستاذة ريم أحمد محمود، شرفتينا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا حضرتك. كل الشكر أيضا لمشاهدينا من خلال هذه المتابعة. فاصل وهنرجع لحضراتكم، فقراتنا مستمرة وأيامنا. عشرين أغسطس هذا اليوم بنتذكر فيه مع حضراتكم العيد الوطني لدولة إفريقية شقيقة هي دولة السنغال. السنغال إحدى دول القارة السمراء اللي بتقع في الغرب الإفريقي، وهي مثال حي الحقيقة للتنوع الثقافي الأفريقي من حيث اللغات والديانات والترابط والتعايش ما بين أفراد الشعب. طبعاً هناك جزء كبير من الشعب السنغالي بيدين بالإسلام، وربما الأزهر الشريف له دور كبير في هذه الدولة الإفريقية الشقيقة والصديقة، وهناك علاقات ود وصداقة ما بين الشعب المصري والسنغالي. وكل التحية والتقدير من خلال التلفزيون المصري لشعب السنغال الشقيق في عيده الوطني. مزيد من التفاصيل في فقرتنا التالية، وهنرجع لحضراتكم مرة أخرى وأيامنا.